ونتحول الآن إلى أهم أنباء المال والأعمال. نتحول مع الزميل مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا يا أستاذ عبد الستار وشكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع وفد شركة أكسون موبيل العالمية برامج الشركة العالمية لزيادة استثماراتها وتطوير أنشطتها في مجال التسويق وتوزيع الوقود في مصر. وتابع الوزير مع وفد الشركة العالمية خلال اللقاء برنامجها الحليل التوسع في إقامة محطات الخدمة والتمويل السيارات، وسيتم تشغيل المحطات الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ب 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9442 نقطة مرتفعا بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 9539 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1852 نقطة مرتفعا بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2775 نقطة مرتفعا هو الآخر بنسبة 83% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيها و4 قروش للشراء و19 جنيها و15 قرش للبيع. أما اليورو فسجل 19 جنيه و40 قرشا للشراء و19 جنيه و51 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيه و21 قرشا للشراء و23 جنيه و35 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و18 قرشا للشراء و5 جنيهات و21 قرشا للبيع، وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و6 قروش للشراء و5 جنيهات و9 قروش للبيع. كشفت وكالة رويترز عن موافقة تكتل أوبك بلس على زيادة الإنتاج إلى 100,000 برميل يوميا من سبتمبر لمواجهة ارتفاع الأسعار. ورفعت أوبك الإنتاج بما يتماشى مع أهدافها بنحو 430,000 برميل و650,000 برميل يوميا في الشهر الأخير أو خلال الأشهر الأخيرة. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الطلب العالمي على النفط انتعش تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك بعد أن اتفق أعضاء التكتل أوبك بلس على زيادة الإنتاج المستهدف بشكل طفيف في الشهر القادم. أضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن الشكوك لا تزال تكتنف السلاسل اللوجستية مع احتمال تفشي موجات جديدة من جائحة كورونا. وأضاف الوزير أن روسيا والسعودية وهما لاعبان رئيسيان في اتفاق تنسيق إنتاج النفط، تخططان لعقد اجتماع حكومي في أكتوبر القادم. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.